لازم. ايه اللي بتعملوه ده؟ حرام كده يا اختي. استهدي بالله، استهدي بالله، ادعي له ان ربنا يسامحه ويغفر له بدل ما ترقعي بالصوت الحياني ده. يا جماعه والله ده حرام، الموت مش بعيد عننا، ده ممكن نفس من الحقش ناخده كمان. صلوا على النبي. عشان كده لازم نامن نفسنا في الدنيا دي من صلاه وعباده ونطيع ربنا ونتصدق على قد ما نقدر. ما نستناش بقى اولادنا لما نشحت منهم صدقه ولا دعوه. عشان كده الميت بتتقطع كل صلته بالدنيا الا الصدقه وولده الصالح يدعي له. يجي لي على مراته ويقول لها دلوقتي ينفع دلوقتي؟ استهدي يا اختي كده بالله عشان صحتك. يا والنبي كان حنين، نبي يستاهل القهر الله يرحمه. بل وحياة ربنا ده كان دايما يعمل جمعيات يفك بيها زنقه المحتاج. حرام عليك يا صفية. يا حاجة بس خطفت يا مصر. صلي على النبي، صلي على النبي. خطفت يا اخويا يا حبيبي. لا اله الا الله. اسكت يا سعدية، فلوس الجمعية منها راحت. يا لهوي، شقة 6 اشهر ضاع. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اقول ايه لعبد الله؟ يا صفية عندك عيش ناشف؟ اصل انا عاملة نابل. دلوقتي منصور دلوقتي تموت فيها. منصور ليه يا منصور؟ يا لهوي دلوقتي. يا لهوي يا لهوي. اسكت بالله من لبسات. اكل حقي، اكل حقي. ما هاش علي قبل ما يموت يقول لاي حد علي ايه للناس. عندكيش حاجه عايز تخلص اليوم بالمره؟ مالك يا مالك؟ مفيش حاجه. بتعملي ايه؟ بتعيطي ليه ياما؟ عشان فلوس الجمعية؟ يا اختي قطعة الجمعية اللي عايزها. يوه ياما، وانت ما بتطلبوهمش من ابنه ليه؟ يا بنت زميلي في حالي ما تخلينيش بقى اطلع على نفسي جزمة وولع في روحي. خليكي كده ياما، خليكي كده، انجوتي في نفسك. مش عاوزة اتجوز ياما، مش عاوزة اتجوز، ريحي روحك. سعيد الباقية في حياتك يا اسطى. حياتك الباقية يا صلاح. لا مؤاخذة يا اسطى، بس كنت عايزاك في موضوع كده. خير يا صلاح؟ بص يا اسطى، الجمعية بتاعت امي اللي هي كانت عاملاها مع المرحوم ابوك، هي بس كانت مكسوفة تكلمك، بس ده دين عليه يعني لازم تسدوه. انتوا ايه يا ناس؟ مفيش حد في عينيه حس وتملح. الراجل لسه دابه ما شافش في تربته. فلوس اللي عايزها تهمك يا صلاح. ايه يا اسطى؟ هو انا جاي اشحت منك؟ وكان ايه اللي حصل؟ انا بقولها اهو قدام كل الحاره، محدش يسالني في فلوس عند ابويا، والدكان اهي قدامكم فاضيه على فاضي الكريم. وابويا الله يرحمه ما جابش سيره لا جمعيات ولا بوتيكات ولا يحزنونا يا ست صباح. صلى على النبي يا سعيد. واحد لا كده. طب ايه يا بنت؟ طب ايه يا مصطفى؟ طب ايه يا امي؟ انا بطلب حقنا بس. يا ولاد وهي لك حال كسر حقك، وانت حد قالك اعملي حاجه؟ يوه يا امي فننا يعني ملناش راجل. خلاص يا بنت ما تفلك هنا. خلاص يا امي عايزين حقنا يا امي. كسر حقك انت، خشي جوه. شايفه وصلت المواعيد؟ اخش اكمل. ما ترد على التليفون ده وتخلصنا يا سيدي. لا يا حاج، ده حد مش مهم. ما طول ما انا موجود هنا ما فيش حد مهم بيطلبك، كل حد مش مهم، مش كده؟ هو في حد اهم منك يا حاج برضه؟ ده والله يا ابني. ما ترد بقى، يا ترد. بقول لك يا ولا شوقي،
انزل اسرع في الحارة شوية، روح اقف على المصر. روح. لا لا يا حاج، انا عايز اقعد معاك شوية. استغفر الله العظيم، ربنا يهديك يا شوي يا ابن زينب. عارف يا واد يا شوي يا ابني، زمان وانا عيل صغير وانا اصغر منك بكتير، وجدك الف رحمة ونور عليه. طيب لما قوم انا بقى. قومي فيه، مش لما تسمعي الحكاية يا زينب. يا اخويا سمعتها كتير قبل كده، سمعها له هو. معلش اصل انا تعبان، عايز ارتاح شوية. طب يا اختي خش ريحي. متروح روح ريح ورا امك. لا 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 يا حاج، انا عايز اسمع بجد يا ولد. زمان يا شوقي وانا اصغر منك بكتير، جدك الف رحمه ونور عليه قرر ان احنا نسيب البحيره وننزل نعيش في القاهره. ستك الف رحمه ونور عليها اول ما عرفت الموضوع ده عملت مندبه، اصل الله يرحمها كانت فاكرة إن مصر دي كباريه. أه والله كباريه، وإن اللي ينزل يعيش في مصر يبقى ضاع باظ. الظاهر إن كان عندها حق. ليه بس يا حاج؟ ما أنت تربيت في مصر، ويعني بسم الله ما شاء الله يعني. أنا آه، إنما أنت مش ما شاء الله. معلش يا ابني ما تزعلش مني، أنا نفسي يا شوقي أشوفك كويس، نفسي أفرح بيك. عارف يا ولد أول ما نزلنا مصر جدك ألف رحمة ونور عليه وداني كتاب الشيخ أبو سريع. يا سلام، كانت أيام. أنا تعلمت في الكتاب ده صح، تعلمت القرآن والنحو واللغة. شوف أنت واخد دبلوم ما بتعرفش عربي كويس، وبتغلط في التشكيل وأنت بتقرأ قرآن. آدي آدي اللي أنا شايفه منك. يعني لو كنا فضلنا في البحيرة كان حنا بقى غير كده خالص. يعني يا حاج هم اللي متربيين في بلدنا طالعين 10 على 10 في العربي. طب ما هو في ناس ما تعلموش من اساسه وشغالين في الارض. انا مش قصدي كده بس، انا قصدي الحياه بشكل عام. يعني تفتكر في حد في بلدنا هناك ممكن يقص شعره قصه زي اللي انت كنت عاملها، ولا يلبس بنطلون ساقط من على وسطه؟ في حد يعمل كده؟ استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوه الا بالله. ما ترد على التليفون وخلصني. خلاص يا حاج كنسلته اهو. كنسلته كايه؟ كنسلته. انت بتجيب الكلام ده منين؟ الملف السعد يا ولد. ما هو ده بقى يا حاج اللي انا عايز اقوله لك. احنا جيل مختلف عنك خالص يا حاج، احنا لينا تفكير تاني وكلام تاني ومتطلعات تانيه خالص يا حاج. تفكير ومتطلعات؟ طب ممكن تطلعني على المتطلعات دي؟ ممكن تديني نظره كده لتفكيرك؟ شايف مستقبلك ازاي؟ قول، سمعني، اطربني. يعني يا حاج، يعني انا نفسي اشتغل شغلانه كويسه يجي لي منها قرشين كويسين قوي، واشوف لي بنت كده اتجوزها تكون كويسه ويكون اهلها ناس كويسين قوي، ويعني نعيش في حته كويسه ونخلف عيال كويسين قوي. كله كويسه كويسين قوي، مفيش سيره ربنا في الموضوع. مفيش ربنا يقدرنا، ربنا يكرمنا، ربنا يسهل لنا. مفيش حاجه صعبه قوي تقدر تعديها وتتجاوزها، كله كده. استغفر الله العظيم يا رب. عرفت بقى اللي انا بقول لك عليه؟ خساره، جيل تافه، جيل ملوش اي طعم ولا اي معنى. رد رد يا اخويا على التليفون، رد. ما الحكومه عملت لكم موبايلات كويسه عشان تبعدوا عنها قوي، وتضيعوا وقتكم في كلام فارغ قوي، وهي تلم من وراكم فلوس كتير قوي قوي. روم قوم يا واد من وشي، قوم ريح جنب امك عشان تنام نومه كويسه قوي. قوم، ربنا يهديك يا شوقي يا ابن زينب. استغفر الله العظيم يا رب. قولي نعمل ايه يا سعدية يا اختي؟ اجلي الدخول. هما هيذبحوك يعني ولا كانوا هيذبحوكي؟ انا اتفقت قدام الاستاذ تمام والجمعيه دي، محدش كان عارف عنها اي حاجه. اسمعي، انا عندي حتتين مواعين ما تبلوش، وديهم لمبيض النحاس هيخليهم قشط وهم يسدوا. يا لهوي، انا كمان هاخد نحاسك يا سعدية. يا ولية وانا بحتاج ايه؟ ده هما الحلتين وكان طبق. ما انتي عارفه مفيش غير انا والراجل. عادل ابنك اخباره ايه؟ جيبليش سرته. طب بس الله، في ايه؟ وانا كل ما اسالك عنه تعيطي. اختي انا مش عارفه اجيب الاسود دي كلها منين.
هي الغربة بتعلم الناس الأسوأ كده. 10 سنين من يوم ما سافر ما بعتليش إلا جوابين 20 جنيه استرميني من بتوعه، عملوا ساعتها 200 جنيه. يا لهوي 200 جنيه بس؟ أختي ربنا ما يحوج الشمال لليمين. آه يا أختي ربنا ما يحوج حد لعياله أبدا. أمين أمين. مش حاجة فلوس بالأمانة، ما هي فلوس، حاجة إني أشوفه بس يا أختي بقى. الواد وحشني أوي. النبي عارفه بس بقى. استغفر الله العظيم. القصد اجيب لك النحاس بكره. تعمل ايه؟ انطار القطن ب 500 جنيه. شوف انت، مرتبتين ومخدتين كبار ومخده صغيره، هياخدوا قد ايه دول؟ عم بيبكي وعم بيضحك. ربك هيعدلها. قولي يا رب، قولي يا رب. انت جيت يا ماهر؟ مين بدري؟ وما نبهتش عليا ليه؟ ما انت عارف انا خير. انا قلت بعت اي لقمه وسلام. ما تنساش لما تروح البلد تبقى تجيب لنا حتتين جبنه قديمه، هم بينفعوا. انا سفري عامل زي الموضوع الجماعي. اسكت يا ماهر، ما بينها مش هتطول ابيض ولا اسود. ولا هتطول مليم احمر. الواد سعيد ده بحر عويص. اه صفيه دي غلبانه، ربت البنت بطلع الروح وهي مش عارفه تجوزها. انا قلت اديلها حتتين نحاس وهم ينفعوا. ايوه ايوه، افضل انت فارقه يمين وشمال وفي الاخر ما تلاقيش حد يديكي حتى عيالي. هو الواد عادل ما كلمكش؟ بقى يخاف يكلمني نطلب منه فلوس. لا واد ولا بنت نفرونه، نزيهم يا سعديه نزيهم. انت محتاجه حاجه؟ لا يا اخويا نشكر الرب، يعني هنموت من الجوع؟ ما سمعناش ان حد مات من الجوع. وحتى لو هموت من الجوع عمري ما هطلبها بلساني، وهي مره وانعادت تعود، وانت السبب. اسكت يا ماهر، قال انا قلبي بيوجعني كل ما بفتكر الحكايه دي. يجوا يتفرجوا على ام محمد بيضة، ده ابنها بيبعت لها كل شهر شيء وشويات، اشترت حته ارض وبنت بيت في فصل يرد الروح. بص يا سعديه، انا لا عايز ابني ولا عايز اشتري، انا عايز اقضي بيت عمري مستور. امين يا اخويا امين. اتفضل يا عم كامل، اتفضل. تشكر يا حبيبي. اقعد يا عم كامل دقيقة واحدة بس معلش. خد راحتك. أما ياما جتك خيبة، خضتني يا واد. بقول لك إيه يا عم كامل، بره استوري نفسك. أنت وأنا إيه؟ شايفني لابسة شفتشي؟ تعالى يا كامل، خش يا واد. يا ست السلام عليكم. ازيك يا حاجة؟ اهلا. ازيك يا حبيبي، كبرت يا واد. ازيك وازاي ابوك؟ ابويا ابويا ايه، تعيش انت من زمان. قطيع طول عمره بنموت. اقعد يا اخويا اقعد. تشرب ايه؟ لا مش هقدر يا ست الكل، طول عمرك ست كرم. اصل سايب الدكان لوحدها. يلا يا ابني اتصرف، شوف فيشه وراكب اللمبه. اقعد انت واقف تتفرج يا واد، اجري اعمل شاي بسرعه، ولع بابور الجاز، انا بخاف من الانبوبه دي الزفته دي. ودلوقتي بواقير مش لاقي فيشة، هتلاقي عندك كرة طبلية. يا وي يا ستي، قطيعة تقطع الصور ولا عايزة تصور؟ حلوة قوي قوي المصطبة اللي انتوا عاملينها دي. يلا يا حبيبي اتكل على الله، زق عجلك. يلا مالكم تلحين لي كده ليه؟ الله يلا افتح يا ابني. اتفضل. شفت يا سيدي الاشكال دي بقى؟ ها لو انت بقى اللي بتفتح لوحدك كنت عملت معاهم ايه دول؟ كنت هعمل ايه بس يا بابا؟ كنت هعمل زي ما حضرتك عملت بالظبط. اهو ده بقى اللي انا مش عايزه، مش عايزك انا تتصدر للحاجات دي يا اخي. يا بابا انا مش عيل صغير، وبعدين يعني ما تخافش عليا للدرجه دي.
يا تامر لما كنتش اخاف عليكم مالا اخاف على مين؟ يا ابني انت مش خلاص وصلتني؟ ما تروح كليتك بقى خد تكل على الله. مش عايز حاجه؟ لا سلامتك. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. عليه الصلاه والسلام. يا اخويا خليك في حالك عايز ايه؟ ما تخلصوش بقى. افندم نعم. احلى صباح الفل على عيونك يا صيدله، عايزين ثلاث سرنجات الله يسترك 3 سم. اتفضل يا سيدي. وعايزين بقى انبول طلق الله يخليك. انا مش قادر افهم والله. بتعملوا بايه بانبول الطلق ده كل يوم؟ امي بتولد يا دكتور. امك بقى لها سنه بتطلق؟ يا ساتر. عطيه والله العظيم يا دكتور، عطيه من عند ربنا. انت هتلحنها لي يا اخويا، هات الفلوس، هات الفلوس. اتفضل يا دكتور. هات يا حبيبي. اهلا اهلا نهوتي. ايه الاشكال دي؟ ناس غلابه. الله يكون في عونك يا اخويا، انا ما استحملش الحاجات دي. ما قلتليش بقى انت، قلتلي عايزه ايه؟ ايه يا عطيه؟ انت بقيت صعب خالص يا راجل انت. انت مش قلتلي تعدي عليا بعد ما تنزلي علشان تاخدي فلوس؟ نسيت. كام؟ 2000 جنيه. يا لهوي يا امه، مش كتير كده؟ كتير ايه يا عطيه؟ قست العربيه يا اخويا وعدينا اول الشهر، مش كده يا عطيه؟ لا حاضر حاضر. ما انا ما كنتش اعرف ان الشهر بيجري كده. لا بيجري. قلت لي كام يا حبيبتي؟ 2000 جنيه يا راجل. حاضر مالك؟ حاضر حاضر، ما قلناش حاجه، عينيا الاثنين اهم 2000 جنيه. انا عايز اعرف انت بتسيب فلوسك هنا في الدرج ليه؟ دماغي مقلوبة يا حبيبتي، وكمان بخاف اشيل فلوس وانا راجع بالليل بعد ما اقفل، حد من ولاد الايه يثبتني. على رأيك. طب شوف لي بقى 1000 جنيه زيادة عشان نازلة السوق بعد ما ادفع القسط. لازم اروح السوق النهاردة؟ لازم يا حبيبي، اصل هشتري حاجة مهمة قوي. لا ادام مهمة بقى يبقى ما منهاش. اتفضلي يا حبيبتي اموريني. هتتأخر النهاردة؟ وحشتك يا جميل مش كده؟ لا هقفل واجي وراك على طول. ما تتأخرش عشان عايزك في موضوع مهم. مهم قوي؟ لا ده مهم يبقى خلاص. اتفضل يا فندم. ايه ده يا ابني؟ طلب نقل من اسم يا فندم. انت مش لسه جاي الاسم من شغل؟ لحقت؟ يا فندم انا في اول مأمورية قتلت واحد عن طريق الخطأ، وبعدين ايه؟ الاسم عتبته وحش عليك؟ يلا روح على شغلك بلاش كلام فاضي. تحت امرك يا فندم. اسمع. أمر يا فندم. خد أجازة أسبوع. ألف شكر يا فندم. اشرب يا زينب يا أختي. تسلم إيديكي يا أختي. عيش يا حبيبتي. إلا قولي لي بقى منى عاملة إيه دلوقتي؟ أهو زي ما أنت شايفة طول النهار نايمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب خدي. خدي يا حبيبتي خدي دول تاني. ما انت بعتي لي قبل كده كتير يا حبيبتي. خير ربنا كتير واولاد الحلال كتير. خدي واستهدي بالله كده بقى امسكي. خطر الا قولي لي بقى يا وليه انتي، انتي ما بتصليش ليه؟ الا عمري ما شفتك ركعتيها. والنبي يا اختي انا كنت بصلي ما اعرفش ايه اللي جرالي. هو انت لسه صغيره، انت كبرتي بقى، الدنيا يا اختي ما حدش قاعد فيها ومتفاته. ادعي لي ادعي لي يا زينب يا اختي بدل بنتي. يا اختي ربنا يهديك ويهديها قادر يا كريم يا رب، بس صلي يا حبيبتي. هصلي هصلي. طب يلا قوم انا بقى احسن، استاذ تمام زمانه قلقان عليا. ايه لسه بدري انت ما شربتيش شاي. معلش يا اختي اشربيه انت ومنى. يلا برضو كده بدري من عمرك. يلا سلام عليكي. تسلم خطويكي. الله يخليكي يا زينب يا اختي. اسم الله عليكي. سلام عليكم يا اختي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. يا مجبوره الخاطر يا رب. ما تصليش. هصلي باذن الله يا حبيبتي. انت صحيتي يا منى؟ هتفضلي تاخدي فلوس من الناس لحد امتى؟ يعني عايزاني اعمل ايه يا حبيبتي؟ انت هتشحتي علينا؟ لا هتاكلي منين انت واخواتك فاهميني؟ يا اختي خلاص هنزل الشغل من بكره. يا ريت يا حبيبتي يا ريت. هو انا مبسوطه بمدد ايدي للناس؟ الله يرحمك يا زيزو، ما عرفناش امتى غير الايام دي، وبعدين انا ما بشحتش وباخد حاجه من حد.
الست كتر الف خيرها حاسه بظروفنا. لو حد تاني اداكي اي حاجه قولي له بنتي منى بتشتغل. مالك يا حبيبي؟ هو انت يعني كنت قصد تموته؟ ابدا والله يا امي، الظاهر القلب ضعيف ماليش في الشغلانه دي. يا حبيبي ما تقولش كده، ده انت قدها وقدوه، ده نصيبك. بقول لك ايه، ما تقوم تاكلك لقمه. ماليش نفس. لا حول الله يا رب. راجل غبي ضيع نفسه وضيع عياله، ماشيل المسدس صوت، يا ريته ضربني المسدس حقيقي كان ضميري ارتاح. وانت تعرف منين يا حبيبي ان مش مسدس حقيقي وفيه رصاص؟ استهدى بالله كده وقوم كل لك لقمه علشان تسلك طوله. قلت لك ماليش نفس ومش عايز حد يدخل عليا. ربنا يهديك يا ربنا يهديك يا بابا. يا واد القشره تخينه كده يا حاجه، مش معقول كده، غمضت عينيكي. وانا اعمل ايه في النور اللي هيعميني ده؟ والنبي انت ما انت فاهم حاجه، ابوك احسن منك، عمره لا قال لي فتحي ولا غمضي. يا حاجة ابويا مات وشبع موت، قلت لك الحكايه دي مليون مره. يا اما خلصي بقى، انا عندي شغل. ما تروح يا واد شغلك، انت يعني عامل ايه؟ زي قلتك يعني سيب الراجل لوحده يعني. بص يا حبيبي، هي ثانيه واحده، انا عايز الحاجه بس ما تغمضش، ركزي معايا اهو. استنى هوب. ايوه ابتسمي ابتسمي. ايوه حلوه، ايوه جميل جميل. واحد اتنين تلاته، حلو كده. اشهد ان لا اله الا الله. بتتشهد يا روح امك؟ طب اطلع بره يا واطي، اطلع بره، لا اقوم لك اكسره. امشي طلع الواد ده بره. ما خلاص امشي ياما، خلاص بقى ياما. تصدق وتؤمن بالله بقى ان انا كنت محضره له جنيه، لكن لا، حر ونار في كلتتك. انت برضه ست طيبه وكمل يا ست الكل، اديله برضه جنيه. ابوك فين؟ الراجل ده ابو مات، وربنا الراجل ده ابو مات، ده شبع موت. نبي ما انتوا فاهمين حاجه. تعالى خد خد اما اقول لك. اخد ايه؟ خد اوامر. اخد ايه؟ تعالى بص، 5 جنيه. 5 ايه؟ 5 جنيه؟ استنى بس، اهم اهم، خد يا حبيبي دول علشان الصور. 5 بس؟ ايوه يا اخويا، ده كتير ما تتريقش. وده الجنيه اهو اديه للواد، معلش اللي ما ترباش ولا لقاش حد يلمه. حاضر يا ام، حاضر. طيب. انا نازل، عاوزه حاجه؟ ايوه. تفوت لي على الواد جابر بتاع السلك. قول له يجي يوصل لي السلك، علشان سامعه كده ان في محطه بتجيب احاديث وبتجيب قران. حاضر يا ام، بكره يكون عندك ان شاء الله. عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار وواحده صغيره، والقطن يكون سكيرتو. مش اي قطن. فين القطن؟ انا هموت على حته منه. يلا فضلت عمري ليك. مساء الفل يا عم سيد. قشطة عجينة. سعاد خد دول، ها، على الفرن جري. ناس كتير ولا هتبيتوني هنا؟ كتير ولا قليل؟ مش شغلك. مالك يا هلا؟ مفيش يا عم سيد، راسي ورمت وبقبقت. خلي امك تاكلك يا حلو. تاكل مين؟ ده انا اللي باكلها. ما تمشي يلا بطل لماضة. الله، يلا يا اخويا روح. ماشي بسيبك اهو. ما يبقاش على امه، عيل واطي. حاجه بقت باشا، انا طالعه الصبح انشر يامه. عايزه حاجه؟ ما تاخريش يا بنت فوق. يلا. رايحه فين يا بنت؟ وانت مالك انت في الراحه والجاي؟ الراحه فين ايه؟ لما تفوق من اللي انت فيه الاول بقول لي رايحه فين وجايه منين. اتعدي يا بنت في الكلام بدل ما اخرم عينك. خش يا حيله على التكيه نام، لا منك ولا كفايه شرك. مش عايز حد يصحيني. مش هصحيك يا بلطجي. لا ما حيله. سيبك مني. بقول لك ايه؟ يعني يا اخويا رحت المكتب وقلت عدوني، بحس ولا خبر. خلاص كله تمام التمام، كل حاجه خلصت. امتى بس يا سيد؟ التاشيره جت والنبي صحيح. واي يا وليه اسكتي، لمي صوتك. لمي صوتي ده ايه؟ ده انا هرقص وزقطط وامله الدنيا كلها زغاريد. ويهون عليك يا راجل تسكت لحد دلوقتي وما تقوليش. بصراحه بقى انا مش عارف انت فرحانه على ايه،
ده انا مسافر وهسيبك انت والبنت سعاد من غير راجل. راجل ده ايه؟ مراتك بألف راجل ومحدش يقدر ابدا يدوسنا على اي طرف. قولي يا اخويا وناوي على امتى ان شاء الله؟ كلها ايام اكون راكب الهوا. بسلامة يا سيد وامنتك امانة يا اخويا. ما نجيبش رسالة لأي حد خالص وداري على شمعتك عشان تقيد. نفسنا بقى نشم نفسنا شوية ونسطر البيت. بقول لك ايه؟ القرشين اللي نفيتهم لك اتصرف فيهم بالعقل، ها؟ حبة حبة، ما تضيعهمش كده أونطة. يعني يا اخويا هجيب لي هدمة جديدة ولا هجيب لي هدمة جديدة؟ ده يا دوبك الغدا والعشاء وحتى كمان إذا اتعشينا. بكرة إن شاء الله هتفطروا وتتغدوا وتتعشوا حمام كمان، والله هتتنغنغوا. ربنا يخليك لي يا سيد يا رب. بس بقول لك ايه؟ عشان خاطري الواد المعفن اللي نايم جوه ده، عشان خاطري يا سيد تشوف له شغلنا والنبي هناك. حاضر حاضر، اول ما اوصل هبعت له باذن الله. ربنا يخليك لي يا سيد وتروح تجري بالف سلامه يا رب. لا تصالح، لا تصالح ولو منحوك الذهب. اترى حين افقع عينيك ثم اثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. يا جماعة واضح إنكم مش عاوزين تسمعوا شعر النهاردة ولا إيه؟ أقول لكم حاجة لسعد الصغير. العنب 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 أحمر ودمه خفيف. هو أنت يعني يا تقول لا تصالح أو تقول العنب 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 أبو دم خفيف؟ جرى يا طارق؟ أنا خلاص بقت كده يا فاتن، يا شمال يا يمين. عارف مشكلتنا إيه يا طارق؟ إن لما روسيا وقعت وقعنا معاها وبقى شكلنا وحش قوي وبقينا تحت أي مسمى وخلاص. عشان نص الشيوعيين كانوا مدعيين والفقر هو اللي بيحركهم. إحنا غير روسيا يا جماعة، إحنا مفاهيمنا وأفكارنا القومية لسه موجودة. المشروع العربي وحلمنا بالوحدة لسه عايش جوانا. عايش مين يا عم دار؟ أنت بس اللي مش عايز تواجه نفسك. قصدك إيه؟ فاكر أيام الجامعة؟ فاكر شكل الشيوعيين؟ 90% منهم فقراء ومتداريين ورا بنطلون جينز واحد وكوفية مقرحة وشايلين علبة سجاير شوكو وكتابين تلاتة. خلاص بقينا أصحاب التجار وسياسيين. مش هي دي الحقيقة؟ لا، هي دي الحقيقة. لما روسيا وقعت والشيوعية بقت بلح، كل واحد قال أشوف نفسي، وانت أول واحد غيرت مهنتك. أنا غيرت مهنتي بس ما غيرتش مبادئي، غيرت عشان أكل عيش. مفيش حاجة بتتجزأ يا طارق. أمل لما قال لا تصالح أثبت التاريخ إن بالصلح خدنا حقنا. وأنت شايفة كده إن إحنا خدنا حقنا؟ جزء منه. نشوف بقى طريقة تانية ناخد بقية حقنا. هي دي السياسة يا طارق. مش لازم يعني نبقى بربر عشان نعرف ناخد حقنا. لا 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 لا، القعدة كده قلبت مغبرين كده. عيب قوي يا طارق. لا عيب ولا حاجة. سلام يا بتوع التصالح. خد بالك انت كده بتهرب من مناقشة، ودي مش روح. سيبيه يمكن يهدى. يا ستي فدرسنا اليوم عن كيفية إصلاح الحياة. الحياة اللي لهيانا، الحياة اللي سرقانا، الحياة اللي واخدانا من الدين ومن العبادة، الحياة اللي كل مادة بتبص زيادة وبتتلخبط زيادة وبتتعقد زيادة، الحياة اللي ما عادش فيها أمان. طب ليه ما عادش فيها أمان؟ لأنه ما عادش فيها إيمان، وإذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. اذكر الله. قل لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. يعني إيه جعل الفناء لها قرينا؟ يعني اللي عايش ما عندهوش دين عايش والعياذ بالله في خواء، في فراغ، عايش ميت. سمعوني الصلاة على حضرة المصطفى. لا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله العظيم. إزاي تربي أولادك
ما هو انت المسؤول الاول عن ولادك وعن اهل بيتك، لان اهل بيتك دول رعية، وانت ايه؟ انت ايه؟ الراعي. واحد منكم هيقول لي ما هو برضه يا استاذ تمام العيال مكبوته ما بتخرجش، اقول له هذا قول باطل. واحد تاني يقول لي معلش العيال بيدخلوا النت عشان يشوفوا الدنيا، اللي بيدخل النت بيشوف الرذيله والنميمه وقله الحياه، اللي بيدخل النت بيخرج من الدين. النت يا مسلمين معقل الشياطين. واحد تاني هيقول لي ما يا استاذ تمام البنات عشان يتجوزوا هم لازم يخرجوا عشان العرسان يشوفوهم، او على الاقل يدخلوا النت عشان الواحده فيهم تستلقط عريس يجي ياخدها. اقول له خدك ربنا يا سيدي. استغفر الله العظيم، عريس ايه اللي هيجي ياخدها؟ امال امك وابوك اتجوزوا ازاي؟ وستك وجدك اتجوزوا ازاي؟ ستك وجدك اتعرفوا على بعض في الفيسبوك؟ لا ما كفاش. كانوا بيعملوا شات؟ ستك وجدك كانوا بيعملوا شات مع بعضيهم ولا ايه؟ لعنة الله على الفيسبوك وعلى كل اخواته البلتوك والماسنجر وكل بدعة جديدة، ولعنة الله على الشات واللي بيعملوا الشات، ولاد وبنات ورجاله وستات. كبده انت كمان؟ لا يا اختي كبده ما بتحبنيش. اختي انا باين نسيت البوك بتاعي في الفرشه هناك. انت يا وليه بتاكلي تطوره؟ يلا بينا نروح نجيبه بسرعه قبل ما حد ينط. لا لا انا اروح ايه؟ روحي انت، انت برضه تروحي تشوفي بيتك. روحي لا هاجي معاكي حد ينط. يا وليه اسمعي كلامي بس، انا كده هجري كده واروح اجيبه واجي. طب هاتي القفص اما ارميه لك في الحوش. طيب يلا يلا سلام. اجري بسرعه الرب حارسك. اتأخرتي ليا وما خضتيني عليك. اللي حصل؟ خشي. قلقتيني عليك ياما، خالتي سعدية قالت لي انك نسيتي البوكي في الجامع. لقيته، سايبة الباب مفتوح ليه؟ دي البت سعد كانت قاعدة معايا ونسيت تقفله وهي ماشية. ايه ده ياما اللي في الكيس؟ الكيش ده على شوية خضرة. خشي نامي، مش مكفيكي سهر؟ يلا. اديني داخلة اهو، صباح على خير. جوز عم يا بيه عبد الباسط والطبلاوي معايا السوديس. جوز عم عبد الباسط والطبلاوي. أجزاء السيرة، أجزاء السيرة، أجزاء السيرة يا بيه. خدي. عايز الأجزاء كلها؟ لا لا دي علشانك، مش 10 ايه. لا يا أخويا أنا بشتغل، حد قال لك إني بشحت؟ خليهم لك. عبد الباسط والطبلاوي.
مالك لو يا بوزك ليه؟ مخنوقه يا اما، بقالي ساعتين وما بعتش غير شريط واحد. خدي اديني والنبي شرايط المزيكا. خدي ربنا يفتح عليك. يلا ابعت ابعت يا رب. واخد اجازه وقاعد في البيت، ده انت جاحد. عايز نعمل ايه يعني؟ اطلع اسكندريه يومين اغسلنا فوخه. صوره الراجل اللي مات ما بتفرقش عينيا. انت بس عشان اول مره تضرب حد بالنار. اه وانت بقى اللي ضربت ناس كتير ياما بالنار. يا عم ده تاجر مخدرات حلال فيه الموت. في رقبته كوم عيال. انسى بقى ابو صلاح انسى. ازيك يا حاج؟ قول يا اخوي لحسن من سهد الموضوع ده وعينه ما شافتش النور. هو بس يغير جو وينزل من البيت ويبقى تمام. اقعد بس اشرب الشاي بتاعك. اه بقول لكم يا اولاد تحبوا اعمل لكم لقمه كده تاكلوها؟ لا متشكرين يا حاجه لسه واكل. شكرا يا ام، سيبينا لوحدنا شويه. طيب يا حبيبي. اشرب شاي. انا عرفت ان الراجل اللي مات ليه بنت كبيره هي اللي بتصرف على العيال. اه بنت بتسع بشارات في جامعه الدول وكانت بتطلع مع ابوها في التوزيع. انا شفتها مره في المراقبه بس كانت لابسه شرب على دماغها ما عرفتش شكلها بالظبط. اه بنت حلوه خلي بالك. وانا مالي حلوه ولا وحشه؟ ابوها مات وخلاها تشيل المسؤوليه. يا عم روق بقى، انت مش وراك كليه؟ ما بتروحش ليه؟ ولا كسل؟ لا اكسل ايه؟ ده مستقبلي ما انت عارف. طب يلا يا عم بقى عشان تعلق الدبوره وتفرحنا. يا رب. النهاردة أول الشهر. ليه؟ في حاجة؟ الواد عادل لما كان بيتصل كان بيتصل كل أول شهر، والنهاردة أول الشهر. طب اقعدي جنب التليفون بقى لما يحن عليك. حتى لو حن التليفون مش هيرن، ما دفعناش الفاتورة. بكرة هدفعها. كل يوم تقول لي بكرة وما بتدفعهاش. الفلوس بتتفق على الفاضي، لا حد بيرن علينا ولا بيرن على حد. طب خلينا قاعدين بوزنا في بوز بعض كده. وبعدين معاكي بقى يا سعديه. اقول لك قومي روحي لبنتك ناديه. اروح اعمل لها ايه؟ قطيعه تقطعها هي وجوزها. هتمشي رجلك ويمكن يتصل لما يعرف ان التليفون هنا مقطوع. تصدق عندك حق. انا هقوم امشي رجليا واروح لها. بيتني كلب ما عندوش احساس. وادي دجنه هي لو اتصل. اجيب لك حاجه تاكلها معايا؟ لا هاتي لنفسك. ماشي انت حر. ازيك يا بشار؟ اهلا ياما. خد يا حبيبي. يا بنت كبرتي وخرات البنات خرتك. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ خد يا حبيبتي. اهلا يا منوره. حمادتك بتحب تعالي اقعدي كلي. لا يا اختي انا مش جايه الضايق، انا جايه اتخلى تليفون اخوكي وجايه اكل معايا. يا ياما هو انت كل مره تجيبي اكلك معاكي؟ انا حالفه ما اكلش عندك وانت عارفه ليه؟ طب خلاص عشان العيال. ما هي ماما ست بوش واحدة، أمال أبويا بيقول عليها بوشين ليه؟ أنا بوشين أنا؟ ده هو اللي بميت وش. معلش يا ابني خضيتك وأنت ما عندكش ذنب. ده أبوك قال كده يا واد يا كذاب؟ أيوة يا أما وأنت اتخانقتي معاه. طب اتنيل الكل وأنت ساكت. أجيب لك شوية دقة ياما؟ لا يا أختي جيبيها لنفسك. اتصل بقى يا ابني خلينا أغور من هنا. قومي يا بنت أنت وهو، قوموا. أنا ما عملتش حاجة. أبو تسموه بعد ستكم ما تمشي. يلا. لسه محرج عليك الدين انت وعيالك؟ يما بقى طلعيه من دماغك بقى يما. مش قادره ادي عليها عشانك وعشان العيال. اقول ايه؟ هنتفها لفوق هتنزل في عبينا، هنتفها لتحت هتنزل في حجرنا. اخوكي. الو. ايوه يا حبيبي. ايه اصله ده؟ ده واحده ست. توريني كده. الو. بتتكلم خواجاتي. الو. اللي سوري سوري ده هي مرات عادل ياما. قولي له ابن الكلب الواطي ده ما جاش يكلم امه ليه؟ قولي له ان انا مش عايزه اكلمه ولا عايزه اسمع صوته. الو الو الو. مالك ياما؟ لا ليا بخت لا في واد ولا في بنت. تلاقي عادل مشغول ياما انت عارفاه. دي مكالمة في الشهر.
وانا داخله على 14 بس ما عدتش احس. الوقت خلاص نسيه. ياما ما تقوليش كده، عاد عمره ما هينساكي. وانا نصيبي كده، ابوكي قال انه مش هتصل، انا اللي ما صدقتوش. القصد اما اقوم امشي. ماشيه رايحه فين؟ خليكي قاعده معايا والنبي يا عمي. سيبيني على راحتي يا بنتي. طب اجي اوصلك؟ لا يا اختي، خليكي قاعده معايا لك. بكره اكبر وتشحتي الساعه اللي هتقعديها معايا. ما تعفوش في الاكل. حاضر. خلينا اصرف كده ببيت طويل عريض ومخلف تحت، لا بيصد ولا بيرد. يابا انت هتطفحني اللقمه اللي باكلها ليه؟ شوف الواد بيرد عليا ازاي. ما انت قليل الحياه، ما بتحسش انت ومراتك فاتحين بقك وعمالين تحس في الاكل. قومي يا وليه قومي، ده هيقتتني على بجنيه فول. مالكش حق يا راجل، تعالى يا بلال كمل عشا. شوف الواد بيصد الباب ازاي، ما هو مش حاسس بحقه. ولا يهمك يا اخويا. حلو بجد. اقعد كلك لقمه. وما خلاص هيورثيني بالحياه. هو حد يا اخويا بعد الشهر بعد عمر طويل حد يقدر يقعد في الشقه دي غيري انا وابنك اخر العنقود ده؟ هو عاوز مني ايه؟ مفيش يوم يعدى لما يحرق دمي كده. خلاص بقى يا بلال، مهما كان ده ابوك برضه. هو على الاقل عد يعرف يتصرف. بتنيب الواد بقى لحسن الواد ده عكر مزاجه. ما هو عارف انها ملطشه معايا، بيذلني عشان لقمه بيطفحاني. امال لو زي الناس اللي سايبه لاولادها بيوت وفلوس كان عمل فينا ايه؟ هي ام وائل اللي قاعده جنبه دي هي اللي مقويها عليك. ده انا لسه الصبح سايب له 50 جنيه، لحق ينساها بالليل، طب اعمل ايه؟ اعمل زي مراته من كده مني ومفروسه عشان ما بكلمهاش. خلاص بقى يا بلال، اقعد كلك لقمه عشان خاطري وصلي على النبي كده. عليه الصلاة والسلام. معلش يا ريت انا مخنوق وماليش نفس وعايز اخرج. ومال اخرج يا اخويا اخرج. خد امسك يا خد امسك يا امسك عادل يا قلع. اهو حاضر يا معلمي. اظبط نفسك. السلام عليكم. الله، انت مش قلت انا مروح انام؟ وانا اعرف انام طول ما مرات ابويا في البيت. ما طبعا انا صاحبك جالك، الشغل ده هيتحرق في الفرن باذن الله. يا عم انا ماشي، ده مفيش حد في الحاره طايقني. خد يالك. ليه كده بس يابا؟ ده ابوه لسه طرده. بتضحك معاك شويه، اعتبرني زي ابوك. خلاص يا حاج سيد مش زعلان. خد يالا. هات. بقول لك ايه؟ روح وراه لحد الفرنه لحسن الشغل يتحرق زي امبارح، فاهم ولا مش فاهم؟ ماشي يابا. يلا يلا ماشي. الله. دول يا جماعه دول. ابعد عني بسرعه. في ايه بس؟ اخويا صلاح في الكليه. يلا ابعد. اخواني احنا اطباء العلاج الطبيعي، مهما حاولوا يفردوا علينا وصاياهم. يا جماعه اللي خايف او مش مقتنع بنحاول يروح. راح فين؟ هات هات يا عم، مش انا الشغل ده كله لوحدك؟ امال الحفظ فين؟ عامل فيها اخوك ودكر؟ عجينه يا كيمو. خد اخويا خلص الشغل ده. حاضر يا كيمو. بسرعه النبي عجينه. حاضر يا كيمو. ما تقعد. ايه؟ هجيب لك حاجه ساقعه؟ لا ساقعه ولا سخنه يا اخويا، بيت عني شويه. انت مالك لازق فيها كده ليه؟ الناس واخده بالها. ردت امتى بقى نقعد انا وانت في حته لوحدنا كده ما حدش يبص علينا؟ لما كون نفسك يا اخويا وتشتري شقه. ما انا قلت لك كذا مره قبل كده تعالى نتلم انا وانت في بيت ابويا وانت ما فضيتيش. تغرزني في الحاره تاني يا كريم؟ انا خلاص زهقت عايزه اغور من هنا. ما الحب حب. يا بنت الحب مليان تضحيه. شبعت يا اخويا تضحيه، انا خلاص زهقت عايزه اشم ريحه نظيفه.
كرهت ريحه الفرن والبوريك وريحه الحاره. يا بنت يا بنت حته صغيره هات لي منها. اسمع كلامي بقى ما تبطريش على النعمه. ابعد شويه متفكي بقى. يا علينا معلش يا كيمو بقى شويه كده وانا هودي لك الشغل لحد البيت قبل. ماشي حاضر. معلش يا كيمو ده حتى عجينة مش تلاقي شوفنا مع بعض تقول لي عش صغير. خليك انت يا اخويا في العش صغير لحد ما تموت. سلام سلام. يا صلاح احنا بندافع عن حقوق. حقوق ايه فاهمين؟ انا دخلت كليه العلاج الطبيعي وحلم عمري ان انا اكون دكتوره. وان شاء الله هتبقى دكتوره. مين قال غير كده؟ لا في ناس عايزه تسحب التخصص مننا وتديه قسم الطب الطبيعي. نزل يا ابني. شكرا انت. وانت شايف الحل بقى اللي انت ترمي كل يوم في الارض ولا انا اجري المك من الاقسام؟ ما تخافش عليا يا صلاح. انا مش خايف عليك، انا خايف على نفسي وعلى امك. زي ما قلت لك لو حصل لها حاجه وربنا ما هسامحك. قومي قومي روحي يلا قومي وحس كعينك اشوفك بمظاهرات. قومي. لك شاي تاني يا بلال؟ لا ده انا بشربه دلع كده يعني. الزبط الزبط منك له ذاكر ذاكر. في ايه ياما في ايه؟ العيال بتنام على راحه وهي بتذاكر. ما هو من كتر جريهم في الحاره طول اليوم. هم دول بتوع المذاكره والمدارس، دول مش رافقين في اي حاجه. قوم يا واد قوم منك له يلا اتخمدوا. ما عرفتش حاجه يا بلال. مكتمين على الخبر. طب بقول لك ايه، ما فيش حد كده نديله قشين وعرف لنا مين كان يوميها موجود في الكمين. يا خبر بفلوس بكره يرخص وهعرفه يعني هعرفه. ما خلاص يا بنتي بقى كفاياكي بقى. ما هو سهل عليك انت يا اما سهل. مين قال انه سهل؟ بس هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. تصبحوا على خير بقى. ما انت قاعد. معلش عشان عندي مصلحه بكره. تصبحوا على خير. بقول لك ايه؟ مش هوصيك لو شميت اي خبر. قول يا رب. يا رب. ربنا معاك. يا رب. فتحي ملك يا اخوي. ملك يا اخوي فيك ايه؟ تعبان يا سناء مش قادر اروح. يا لهوي ده الواد لما جه قال لي عم فتحي تعبان قلبي وقع في رجلي قمت جيت لك جري. طب قوم اتسند عليا مش هتحس بحاجه. مش قادر يا سناء سكاكين بتقطع في ظهري. حول الله يا رب. انا على فكره موصيه الدكتور عطيه اول ما يجي له الدواء ده يبعت لنا شريط منه على طول. ايه تاع الدكتور عطيه وسنين الدكتور عطيه؟ البرشام بيتباع في الروشته ب 10 جنيه وبيبيعوا للمدمنين ب 40 جنيه هيدوهولي. الله يقطع المدمنين وسنينهم. انا عارفه بس الحكومه سايباهم ليه؟ سايباه وسايبه امثاله. ما الدنيا عايصه والغلبان بيموت. معلش معلش قوم يا فتحي قوم بس استحمل قوم اتسند عليا. عفاية واحدة بس هتريحني. أنا ما نمتش من امبارح يا سناء. يلا يلا يا فتحي. معلش يا أخويا تسند عليا. يا رب. قفلنا يالا. زق عجلك. بدل ما اخرج 13. السلام عليكم، انا تمام يا دكتور عطيه. اهلا 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 اهلا. حسب المؤاخذه بقول انا ما خدتش بالي والله. لا يا مسهل. اتفضل يا مولانا اتفضل. اتفضلك يا اخويا، انا لقيتك صليت العشاء ومشيت على طول. قلقت قلت انا اطمن لا اكون في حاجه. لا ابدا سلامتك يا سلام، انا كان عندي بس شويه جرد. ربنا يعينك، ما هو جرد الصيف اشد من برد الشتاء. حلوه. اتفضل يا مولانا اتفضل. الله يبارك لك يا دكتور عطيه. الحقيقه يا دكتور انا قلت بالمره اسالك في موضوع شاغلني كده شويه. خير؟ لا خير ان شاء الله. انا سمعت عن برشام طلع في المقدر جديد موجود في السوق اليومين دول وشباب كتير بياخده، اسمه
ترامو ترامو ايوه عاوز شريط ولا علبه؟ لا 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 عاوز ايه يا دكتور عطيه؟ انا عاوز اعرف هو البرشام ده بيعمل ايه بالظبط؟ ده مسكن بس سحر. طب لو هو مسكن وبس ليه نزل جدول واتمنع؟ اصل بعد عنك العيال الصيع بياخدوه يعملوا بيه دماغ، بس انا قطعه بقى من عندي. تشرب شاي ولا قهوه؟ لا لا كتر الف خيرك، العيال حاطين العشاء. طب حاجه ساعه؟ لا والله مش عايز حاجه خالص، انا عايز بس افهم البرشام ده ايه تاثيره؟ فيه ادمان؟ الله، اي حاجه كترتها تعمل ادمان حتى الشاي. لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. يعني هي الناس ناقصه؟ دي الناس ما بقتش دريانه. ده بعيد عندك يهرج جد كمان. يا ساتر يا رب، ربنا ينجينا. طيب اتكل على الله انا بقى. اظن بقى ده يعني موضوع خطبه الجمعه الجايه، مش كده ولا ايه؟ يعني ربنا يسهل ان شاء الله. اكيد خلي الناس تتوعى. ما بلاش. بلاش للعيال الصيع دول يحطوك في دماغهم يلا السلامه يعني ولا حاجه كده، ما انت عارف. لا لا ما تخافش، انا مش هجيب سيرتهم. طمن يا دكتور عطيه، انا فاهم كل حاجه، اطمن. طب اقعد خد الشاي بقى. دقيقتين بس يا رجاله. دي اللي جابك هنا؟ عاوزاك. انت هتستعبطي ولا ايه؟ شاف لي 50 جنيه. انت جاي تقلبيني ولا ايه؟ خلاص مش عايزه. ما جالي يا بت، انت عارف بس بستعمل جاي اشوفك يعني فيها حاجه. دي انت ايه؟ ما بتزهقيش؟ تعالى توصل لنفسي كده. سيكي سيكي ادي 20 جنيه. ايه؟ يلا روحي بقى، روحي ولمي نفسك. احبك يا شوي لما تقولي لمي نفسك. حاضر هروح. هترجع امتى؟ انت مالك؟ انت مالك ارجع امتى؟ انت مجنونه يا بنت. امشي امشي روحي يلا. ماشي خلي بالك من نفسك. مش هخلي بالي، انا هولع في نفسي، هموت في نفسي هنا. يلا بنت بقى يلا امشي، ما تخنقنيش. بعد الشر عليك يا بنت. امشي امشي يلا امشي روحي يلا امشي. سلام يا رخي. يلا يا رجاله تاني. معلش انا بس كان. يلا 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 يلا. ازيك يا عم بركه؟ ازيك يا جمال؟ ابوك فين امال؟ لسه في الورشه. يبقى سلم لي عليه. حاضر. يلا قول له اولع لك النور اهو اداك السين. عصابة عصابة يا ولد. يا دي يا بيتا مالك مضلم الدنيا كده ليه؟ يلا بالراحة الدنيا ملبشة اهو. ليه؟ ايه؟ هو لسه نازل قدامي على الجد بيشخ فيا عشان القرف اللي مرمي على الأرض ده. ومين دول عصابة؟ اللي أنا جمال بيصفر الواد بيتا والتاني بقول له النور عشان يدخل له. يلا سيبك منهم، العيال دي شمال. شمال ولا يمين؟ احنا مالنا؟ جبت حجرين خبطتهم من جيب ابويا. يعني ايه ابوك بيغيب من بلبل؟ وبلبل ده حشيشته كلها مضروبه برشام. برشام برشام احنا مش لاقيين، راكب فيها يابا؟ رخم ومدلدل هات. امسك. ايه ده؟ دي البنت سميرة جيبها؟ يعني ايه بقول لك ابويا مراقبني يعني ايه؟ طب خلاص هصرفها. الو. يا سوسو. معلش الدنيا اصلها معتمة اليومين دول. هكلمك انا حتة. سلام على مهلك. بقول لك ايه؟ غير ماتش؟ تعالى للشيفشينج. خش على ميسي ده عمره ما يتنسي. يلا. طب ما تشرب الشاي. اشرب. طب انا هجيب النهارده الكمبيوتر. بتجيب حد عايشك؟ بيطلع بكام الكمبيوتر ده؟ قصته مريح قوي. هاتوا. على الاقل يريحك من الفلوس اللي بترميها كلهم في النت. هاتوا ايه العلق؟ هجيب لك العلق. عصابه. ايه
استلم يا باشا. مالها دي؟ مصنفات. وده اللي حاصل؟ دي شويه شرايط بسترزق بيه. وبعدين خلاص جت عليا انا، ده انا بجري على ايتام. بس يا بنت صلاح. اه يا باشا. شوف لك سقف في المحضر ده وانا ندخل الحمام. ماشي؟ ماشي يا باشا. خلاص انت يوسف روح انا خلاص المحضر. ماشي. اسمك ايه؟ منى عباس احمد. منى ايه؟ عباس احمد. معاك خطاب؟ ضايع بس معايا صورتها. البدل انت مفتحه كده يعني وشغاله في الشرايط المضروبه، ما لقيتيش غير المهندسين تروح تسرحي فيها؟ ما تروحي اي منطقه شعبيه عشان محدش يشوفك. شعبيه مين يا باشا بس؟ مين هيدفع لي 10 جنيه في الشريط في المنطقه الشعبيه؟ ما هو لا مؤاخذه ما بيدفعوش غير في المهندسين او الزمالك. شكلك كده مش وش بهدله. هعمل لك محضر اساعدك فيه. اقعدي. تسلم يا باشا. هكتب لك محضر وان شاء الله رئيس المباحث يمشيكي من هنا، ما تروحيش النيابه. تسلم. قلت لي اسمك ايه؟ منى. منى ايه؟ منى عباس احمد. احمد قبل شتاء بقول لك عبد الله بالليل على 11 كده في نقله رد. صحصح معايا بره ولا جوه؟ بص هما دافعين للحي حق نقله وهما 5 نقلات. ايوه كده حركنا خليها تفك. عايزك بقى ما تجيبش عمال معاك. مين اللي يرفع الرد؟ انا هبعت لك عيلين من عندي تدي لي النفر فيهم 20 جنيه في النقله. 20 جنيه كتير. حلو ما تطمعش. امتى بقى نطلع من عربيه الزباله دي ونشوف لنا حته عربيه اجره كده ندلعها وتدلعنا؟ هيحصل حلاوه بس انت ركز معايا، الحي ده ياما طلع ناس للسما. ياما خد ناس على المجاري وعلى قدي. مين؟ حكومة. صباح. ألو؟ ها صبوحة. هي عبد الله الحنون أمي تعبانة أوي. معرفش أنا مالها الكلب هيخلص. أنا بتجيني في ألو؟ ألو؟ آه خلص يا رب. استحملي ياما. مش قادرة يا بنت. روحي بتروحي يا بنت. حد الشر ياما عني. آه آه أمي ياما البسي. مش قادرة. أمي البسي عبد الله جاي هيودينا المستشفى. مش قادرة اتحرك يا بنتي. امي ياما اسم الله عليكي. الحقيني يا بنتي. اللي جرالك بس ما انتي كنتي كويسة. مش عارفة يا اختي. تعالي ياما. مش قادرة اقف يا بنت. الحقيني يا بنتي اسنديني. ان شاء الله خير ياما ان شاء الله خير. دكتور قال لي الكلى تعبان. ما صدقتوش. امي ياما اسندي على قومي يا بنتي. اسندي عليا ياما. اه. اعمل لك حاجة تاكليها؟ مش نفسي. امي ياما. يا لهوي. اه. طب البسي ياما. اه. البسي. اه الحقيقة. اه البسي ياما. ايه ده يا بنت؟ في الشبشب الاسود اتقطع مني ياما وانا داخله بالحمام. هذا بيتدخل بالحمام هتوديني المستشفى في شبشب احمر يا بنت. معلش ياما. امري لله. استنى اسند احمر احمر. يلا يا بنت البسي ياما. اه امري لله. يلا ياما. اه لا قولي لي يا اختي عامل معاكي ايه؟ بيديكي مصروف؟ هي 10 جنيه يتيم وعايز يجي يلاقي المحمر والمشمر والطبيخ. قال يعني ما هوش عارف انها ما بتكفيش حاجه. طب وانت بتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ اهو يوم فول بقوطه، يوم فول نابت، يوم عدس، يوم بصاره. اطبخي يا جاريه منين يا سيدي. والواد جمال عامل معاكي ايه؟ اهو عيل هعمل له ايه؟ بس عينه تتدب فيها رصاصة في الراحة وفي الجاي. هعمل ايه يا سناء؟ هروح فين؟ بس يا بس ايه ده؟ خلاص قلعت الاسود يا ست سامية؟ لا لا يا اخويا انا بس كنت بغسل. هقوم اغير اهو. حاضر. ازيك يا سناء؟ نحمده. ايه توك ما افتكرت يا اختي؟ ساعة أبوك الله يرحمه يعني محدش شاف وشك.
الدنيا تلاهي يا سعيد، وبعدين على الاقل انا بروح للتربه. اخس عليكي يا سناء، ليه ما بتقوليش نيجي معاك يا اختي؟ اللي عايز يروح ما بيستناش حد. استنى يا سعيد، عايزاك. خير، اتفضلي اتكلمي، مفيش حد غريب. عايزين نشوف محامي ونعمل اعلان وراثه، ولا هنفضل نستنى كده كتير؟ اسمع كلامك يا صدقك، اشوف امورك استعجل. منين يا اختي بتروحي له التورب؟ ومنين انت حنينه قوي عليه وبتتكلمي في الميراث وابوك لسه الاربعين بتاعه ما عداش؟ الحزن في القلب وربنا عالم بالقلوب، لكن كمان على راي المثل، ان كنت اخوات اتحاسبوا. حساب يوم الحساب يا اختي، انا مش هفتح بقي بكلمه الا بعد الاربعين، حسب وصيه ابويا الله يرحمه. لهو كان ابوك قال لك استنى الاربعين؟ قال لي روحي اساليه. ماشي يا سيد، نستنى الاربعين، اهو مش بعيد، ولا انت مش واخد بالك؟ لا يا اختي واخد بالي، وحاسبها بالدقيقه والساعه والثانيه. اسم الله عليك، فوتوكوا بعافيه. الله يعافيكي. اختي اتغدي معانا يا سناء؟ يا اختي ما طلعتش من بوقي صاحب البيت. عازمك في بيت ابوكي؟ انت اللي قلبك كله ثواب. ربنا عالم ما في القلوب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختي. مع السلامه يا سناء. استغفر الله العظيم يا رب. مساء الخير يا اما. اسمها سلام عليكم يا اخوي، انت شايفني لابسه قرنيطه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حاجه. يا سلام، التريق يا اخوي التريق. صفيه عامله ايه؟ بعيد عنك يا اما، الكلى بتاعتها مفشفشه. معلش يا اخوي، عندها واحده تانية، بس انت قول لها تبطل اكل السوق. عملت ايه يا واد؟ ابطلي المعاش؟ وكان معايا، ما اعرفش راح فين. لا ده انت نهارك يبقى اسود. امال اسود يا رب. اهم اتفضل يا اما. ايوه اتفضل. اسمع، لو جراله حاجه تاني البنطلون مش همدي ايدي عليه. ايه ده يا واد؟ دول ناقصين 20 جنيه. ما انا جبت شويه عصير وانا عند مصباح في المستشفى. طب وانا مالي؟ مش نسايبك؟ ادفع انت. لما اقبض هديهم لك. مفيش مرة يا واد تقبض لي المعاش وتجيبه سليم ابدا، لازم تعفرطه. يما دول 20 جنيه يا امي. 20 جنيه يا امي؟ طب يا اخويا ما دفعتهمش انت ليه؟ لازم تفنجر على حسابي. يا رب. هتدعي عليا يا واد؟ انا بقول يا رب، ما اقولش يا رب. ال 20 جنيه دول يكونوا عندي بكره. هيكونوا عندك بكره وفوقيهم بوسه. بوسه؟ لا انا كنت فاكراك هتقول لي فوقيهم 20 جنيه زيهم. انما اعمل ايه؟ كلمة الحق تقف في الزور. وادي البنطلون. سيبيني انام شوية بقى، الله يكرمك. انام انام. هات الراديو ده يا واد. هات الراديو. اتفضلي الراديو. على مهلك. يا مولاي. ايه يا اما في ايه يا اما؟ جدع. ده مفيش. مادام مفيش، بتحوم ليه حوالين المنطقة؟ قلت لك مفيش حاجة يا خفيف. أنت عبيط يالا، ما تنطع أنت منين؟ جرى إيه يا بلال؟ جرى إيه؟ الباشا البلوكامين الجديد بتاع القاسم. ها؟ ده مؤاخذة يا باشا. اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل. يا ساتر. اتفضل. مؤاخذة. هقوم اعمل لك شاي. لا شاي ولا حاجة، الواحد نفسه مقطوع طول النهار مش شاي. طب انزل اجيب لك حاجة ساعة. لا ساعة ولا سخن، اقعدي معايا شوية. معلش بقى، البيت مش قد المقام. لا ده حلو قوي. دي صورة ابويا.